بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وسراجاً منيراً، فأنقذ الله عز وجل به الأمة من الظلمات إلى النور، وأخرجها من النار إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام، وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى عليك الله ما واد جرى، ما أشرقت شمس وروض أزهرا، ما طافت الأرواح من شوق ومن حب تلبي الله في أم القرى. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ومن جوار كعبته المعظمة في هذه الليلة الشريفة المباركة، ليلة الجمعة، ينعقد هذا المجلس الرابع بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى، في هذا اليوم 24 من شهر ربيع الأول سنة 44,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، مغتنمين بركة هذه الليلة بكثرة صلاتنا وسلامنا على نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، ومستكثرين من صلاة ربنا علينا 10 أضعاف صلاتنا وسلامنا على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، مستقبلين جمعتنا غدا بكثرة صلاتنا وسلامنا على نبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمجلس ننتظر فيه الصلاة إلى الصلاة في رحاب بيت الله الحرام، عسى أن يشملنا الله تعالى برحمته وكريم عفوه ولطفه، وهو ولي ذلك والقادر عليه. وما زلنا بعد، أيها الكرام، في مقدمة المصنف رحمه الله تعالى التي أراد فيها تقرير مسألة عظيمة، هي الاختيار الذي فضل الله عز وجل به ما شاء من خلقه على بقيتهم. وهذا التقرير أراد به المصنف رحمه الله أن يكون بين يدي مدخل ليقرر فيه القدوة والأسوة والهدي النبوي الكريم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مبني على قضية الاختيار والتفضيل. وتقدمت الآية في صدر مجلس الجمعة الماضية: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولئن مرت بعض الأمثلة فيما ذكره المصنف رحمه الله من اختيار الله لما شاء، كاختياره الملائكة وجنة الفردوس، واختياره من الملائكة جبريل وميكال وإسرافيل، واختياره الأنبياء من ولد آدم عليهم السلام، ثم اختياره من ولد إسماعيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختيار الصحابة من بين الأمة ليكونوا صحبة لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. وقف بنا الحديث عند اختيار هذه الأمة، أمة الإسلام، على سائر الأمم، والحديث ذو صلة بما وقف الحديث فيه ليلة الجمعة الماضية. وليبقى على استحضار منكم يا كرام أن كل ما سيمر بنا في مجلس الليلة وربما ما بعده في استطراد المصنف رحمه الله في مسألة الاختيار وضرب الأمثلة، أنه مهما بلغ أو وقع في القلب تعظيم المختار باسم المفعول الذي وقع عليه الاختيار بما له من مزية وشرف وفضيلة ومنقبة، سواء كان هذا المختار زمانا أو مكانا، أو كان بقعة أو كان شيئا من خلق الله، فمهما تقرر ذلك في النفس فينبغي أن يقوم بإزائه، بل أعظم منه تعظيم المختار باسم الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، فإنه لولا اختياره لما كان لتلك المختارات فضل ولا شرف ولا مزية، وإنما الذي عظمها تعظيم من اختارها سبحانه وتعالى، فهو الذي عظمها بذلك الاختيار والاصطفاء. وتقدم تقرير المصنف رحمه الله أن الاختيار أمر يفرد الله عز وجل به وحدانية وإيمانا ويقينا، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وأن مبنى هذا الخلق والاختيار على علم وقدرة وإرادة
تفرد بها الله تبارك وتعالى. فالحديث ذو صلة بما وقف عنده في ليلة الجمعة الماضية من قول المصنف رحمه الله: واختار أمته صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واختار أمته صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، كما في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال علي بن المديني وأحمد: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح. يريد هذا الإسناد الذي يعرفه المحدثون حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والمقصود به معاوية بن حيدة في الحديث المذكور رضي الله عنه. قال: أنتم توفون 70 أمة، يعني عداد الأمم 70 أمة خلقها الله عز وجل في هذه الحياة. والمقصود بالأمة الفئة من البشر أو الفترة من الزمان التي خص الله تعالى لها نبيا من الأنبياء. فإذا قيل أمة موسى عليه السلام أو أمة عيسى أو بنو إسرائيل، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي أمة 70 بهذا التقسيم الوارد في الحديث. فلئن كانت هذه الأمة هي الأمة الأخيرة في تاريخ الأمم البشرية على وجه الأرض، فلنا الشرف والفضيلة بقوله عليه الصلاة والسلام: أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. هذا النص في الحديث الذي أخرجه الترمذي وأحمد والنسائي وحسنه الترمذي وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح رحم الله الجميع، دلالة على شرف تقلدته أمتنا يا أمة الإسلام بهذا المعنى الكبير: أنتم خيروها وأكرموها. وتعددت وجوه الخيرية والكرامة لهذه الأمة، فمنها الخيرية بالقرآن العظيم الذي خصنا الله تعالى به، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لأجل ذلك خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيرية أخرى في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تجللت بها الأمة بين الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من كرامة هذه الأمة على سائر الأمم الشرائع التي خصها الله بها، بين سماحة ويسر واعتدال، وبين عظمة في الأجور والفضائل والثواب، هذه كرامة. ومن الكرامة لهذه الأمة سائر ما خصت به من الأحكام التي جعلها الله عز وجل لها من بين سائر الأمم، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر الحديث: ألا وإن من أجل ما تشرفت به الأمة وتكرمت وتبوأت به الخيرية بين الأمم كون محمد صلى الله عليه وسلم نبيها ورسولها الذي اختاره الله واصطفاه وفضله على سائر الأنبياء والرسل عليهم السلام. أما إننا والله أمة كريمة بكرامة نبيها صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل، أمة حظية بكتابها الذي جعله الله عز وجل مهيمنا على الكتب وهو سلطان الكتب السماوية. نحن أمة كريمة، حقنا يا كرام، ونحن في هذه الأمة المباركة إذا استشعرنا هذه الخيرية والكرامة أن نجعله تاجا نحافظ عليه بالتزام شريعة الله. فما تبوأت الأمة تلك الكرامة ولا الخيرية إلا بما خصها الله تعالى به، فتكون حقيقة وجديرة بتلك الكرامة إذا ما لزمت سبب الكرامة وهو الشريعة التي خصها الله بها والأحكام التي جعلها لها. في صحيح البخاري وعند مسلم كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون كيف؟ زمانا في تاريخ الدنيا، السابقون يوم القيامة في دخول الجنة. نحن الآخرون في الدنيا زماناً، السابقون يوم القيامة في دخول الجنة. هذا شرف
يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. قال فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، يعني يوم الجمعة، فهدانا الله فيه فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. ثم سكت وقال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقامهم في الموقف، فإنهم أعلى من الناس على تل فوقهم يشرفون عليهم. هذا أثر الاختيار الأمة. قال ظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم وفي أخلاقهم وفي توحيدهم. فالسؤال: أنحن كذلك يا أمة الإسلام؟ ظهر أثر اختيار الله لنا في أخلاقنا، في عقائدنا، في عباداتنا، في أعمالنا، في توحيدنا؟ ينبغي أن نكون كذلك، وإلا فلسنا ممن خص بذلك الاختيار وإن كنا في تعداد الأمة. ظهر أثر هذا الاختيار في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أعمالها، فلا تكون إلا على خير وطاعة وقربة من الله. في توحيدها فهي أمة أقامت لله حقه العظيم بإفراده بالتوحيد. أمة ظهرت أثر الاختيار في أخلاقها. قال ومنازلهم في الجنة ومقامهم في الموقف، يقصد في عرصات يوم القيامة، في ذلك الصعيد الذي تجتمع فيه الخليقة كلها إنسا وجنا منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة. ذلك الموقف تشرف فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال فإنهم أعلى من الناس على تل فوقهم يشرفون عليهم. تخيلت هذا المنظر عندما تجتمع الخليقة كلها في مد البصر وما بعده لا يحيط به نظر، وإذا بالأمم من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة وفيهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم لمزيد اختيار واصطفاء حتى يوم القيامة تكون الأمة في تل تشرف على الخليقة كلها في ذلك الموقف العظيم. أخرج الأئمة أحمد وابن حبان والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة، قال فأكون أنا وأمتي على تل فيكسوني ربي حلة خضراء فيؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول فذلك المقام المحمود. وأصل الحديث عند الإمام مسلم في الصحيح، ولفظه من حديث جابر، وقد سئل رضي الله عنه عن الورود، يعني عن آية سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، يعني ورود الخليقة على جسر جهنم. فقال رضي الله عنه في حديث يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس. هكذا في لفظ مسلم، قال نجيء يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس. هكذا وقع اللفظ في جميع الأصول لصحيح مسلم، واتفق العلماء على أنه تصحيف وتغيير واختلاف وقع في اللفظ من أحد الناسخين، وصوابه نجيء يوم القيامة على كوم فوق الناس. وهذا التصحيف الذي وقع تبين بما أخرجه أحمد وغيره من حديث كعب بن مالك كما تقدم، فأكون أنا وأمتي على تل. وأخرج الطبري وفي تفسيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فيرقى هو وأمته على كوم فوق الناس. فيبدو أن الحرف على كوم قد أظلم على الراوي أو الناسخ أو انمحى، فاجتهد فعبر عنه كذا وكذا وفسره بقوله أي فوق الناس، ثم كتب عليه انظر تنبيها على ذلك، فجمعه من نقل عنه ونسقوه على أنه من متن الحديث. فوقع هكذا في رواية مسلم، قال نجيء يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس، وإنما أراد التنبيه على ما وقع له مما غاب عنه. والصواب أنه على كوم فوق الناس أو على تل كما جاء في رواية كعب بن مالك رضي الله عنه. فالمقصود أنها أمة كريمة حتى في الموقف العصيب،
حتى يوم الحشر، يوم الفزع، يوم القيامة، حتى في اليوم الذي تجتمع فيه الخلائق، فتبقى لهذه الأمة مزية وتشريف في ذاك المقام بوضوعها أو وجودها بين الخلائق على تل تشرف عليهم جميعا. نعم. وفي الترمذي من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. 80 من 120 كم؟ الثلثان. قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. نعم. قال الترمذي: هذا حديث حسن. والذي في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بعث النار أنه قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، ولم يزد على ذلك. فإما أن يقال هذا أصح، وإما أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم طمع هو أن تكون أمته شطر أهل الجنة، فأعلمه ربه تعالى أنهم 80 صفا من 120، فلا تنافي بين الحديثين، والله أعلم. حديث الترمذي وأخرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. وفهمنا أن المقصود أن يكون نسبة الأمة في الجنة من بين بقية الأمم الثلثان، يعني ثلث أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وثلث من باقي الأمم موزعين. هذا الحديث العظيم قال المصنف يقابله حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح في حديث بعث النار، وذكر الشاهد من الحديث وتمام الحديث عن ابن مسعود أيضا عند البخاري. قال رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا: نعم يا رسول الله. من الذي يزيد؟ هو عليه الصلاة والسلام. والخطاب للأمة: أترضون أن تكونوا الربع؟ قالوا: نعم. ولو كان كذلك لكان والله مزاحمة شديدة للأمم في الجنة، أمة من بين 70 أمة تحجز من الجنة الربع، ويوزع 3/4 على 69 أمة بين البشر. لو كان الربع قال: أترضون؟ قالوا: نعم يا رسول الله. يعني لو كان هذا لكان غاية الشرف والفخر والمزاحمة. ثم يزيدهم عليه الصلاة والسلام فيقول: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ وهذا زيادة. قلنا: نعم يا رسول الله. قال: أترضون أن تكونوا شطر؟ يعني وصل بهم إلى النصف. الذي يزايد في مقدار أهل الأمة في الجنة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قد خصه الله عز وجل بالمقام المحمود والدرجة الرفيعة والمنزلة التي خص بها، فهو في الجنة لكنه يبحث عن مساحة في الجنة أوسع لي ولك. أرأيتم كم قصرنا في حبه عليه الصلاة والسلام؟ كم قصرنا في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم؟ اسمع رعاك الله. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. قال: وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. هذا وإن كان قدراً عظيماً من الثقة والاطمئنان بعظيم رحمة الله والشرف بما خصنا الله تعالى به من البشارة على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يحتم على أفراد هذه الأمة السعي بالعمل والثبات على ما يوجب دخول الجنة بما جاءت به الشريعة. أما التعويل
على هذه الكرامات والفضائل مع تقصير في العمل، فهذا لعمر الله من التمني الباطل الذي لا يفيد صاحبه، إنما هو السعي والاكتساب مع عظيم الأمل في عظيم رحمة الله عز وجل وفضله. قال المصنف رحمه الله: الآن الحديثان يبدو بينهما شيء من التعارض. حديث بريدة بن الحصيب أن أهل أن الأمة الإسلام 80 صفا من 120، يعني الثلثان. وفي حديث بعث النار قال: أن تكونوا شطر أهل الجنة ولم يزد على ذلك. فهل أمة الإسلام في الجنة هم نصف الأمم أم الثلثان؟ قال رحمه الله: فإما أن يقال هذا أصح، يعني حديث الشطر، حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود في الصحيح عند البخاري، لأنه أصح سندا من حديث بريدة بن الحصيب. فإذا جئت للمعارضة بين حديثين فأحد المسالك الترجيح، تقول هذا أصح، فإذا ما مقدار أهل الجنة أهل الإسلام في الجنة؟ أن يكونوا نصف أهل الجنة ترجيحا لهذا الحديث على حديث بريدة بن الحصيب، هذا مسلك. والمسلك الثاني إذا أمكن الجمع بين الحديثين، قال: وإما أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم طمع هو أن تكون أمته شطر أهل الجنة، فأعلمه ربه أنهم 80 صفا من 120، فلا تنافي، يعني الحديث لم يبدي حكما، إنما قال أرجو أن تكونوا، هذه أمنيته عليه الصلاة والسلام، هذا طمعه في أمته أن يبلغوا نصف أهل الجنة من رأفته ورحمته بهم عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث الذي حدد قدرهم فهذا الوحي الذي أتاه: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة. قال: فلا تنافي بين الحديثين. وجواب آخر لبعض أهل العلم، قالوا 80 صفا، يعني جمعا بين الحديثين، قالوا 80 صفا تساوي 40 صفا من غيرها من الأمم، فتكون نصف العدد وإن زادت في الصفوف، يعني أن تكون 80 صفا لكنها في المجموع تساوي 40 صفا من بقية الأمم، فتكون على ذلك على النصف والشطر اجتمع الحديثان، لكن الظاهرة تساوي الصفوف التي أخبر عنها الحديث، فلا يبقى إلا ما قرر المصنف، إما الترجيح وإما ذكر أن ذلك حكم في تعدادهم، والآخر في الإخبار بطمع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تنافي إذن بين الحديثين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن تفضيل الله سبحانه لأمته واختياره لها أنه وهبها من العلم والحلم ما لم يهبه لأمة سواها. وفي مسند البزار وغيره من حديث أبي الدرداء أنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال لعيسى بن مريم: إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا ربي كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. فدل الحديث على ما خص الله به الأمة المحمدية من هاتين الصفتين العظيمتين، الحلم والعلم، فالحلم سيد الأخلاق والعلم شرف البشرية. الحديث مختلف جدا في تصحيحه، وإسناده ضعيف على الراجح لسبب ضعف بعض رواته، أبو حريث يزيد بن ميسرة مجهول، وصحف في بعض دواوين السنة بأنه يونس ابن ميسرة وهو أخوه ثقة، فلما اختلفوا بين تعيين أحد الراويين، منهم من جود إسناد الحديث وصححه، ومنهم من ضعف الحديث، ولعل الراجح ضعفه لعدم صحة إسناده. ويبقى أن ما خصت به الأمة من الفضائل والكرامات فيما سوى هذا المذكور في الحديث كثير بحمد الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن هذا اختياره سبحانه من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها. ومن هذا يعني من إيش؟ من اختيار الله لما شاء من خلقه، كما اختار هذه الأمة من الأمم، واختار الصحابة، واختار الأنبياء من بني آدم، أيضا اختار سبحانه وتعالى خير البلاد، خير الأماكن وأشرفها. ماذا يقصد؟ هذا البلد الحرام مكة، وكل ما سيأتي ذكره الآن يا كرام في تفضيل مكة وشرف مكة وتعظيم الله عز وجل لها،
فإنه يعني أهل الإسلام جميعا، لأنه ما من مسلم إلا وله حظ من مكة، وأقل ما في حظ المسلم من مكة التوجه إليها 5 مرات في الصلوات، والتوجه إليها في الدعاء، وتعلق القلب بها لأنها مهوى أفئدة المسلمين. هذا أقل حظ لكل مسلم، وأعلى من ذلك حظا بفضائل مكة من كتب الله له القدوم إليها فقدم، قدم قاصدا للنسك حجا أو عمرة، فهذا مغترف من فضل مكة وعظيم ما خصها الله تعالى بها حظا أعظم ولا شك. كيف وقد اكتحلت عينه برؤية الكعبة وفاز بالصلاة فكسب المضاعف 100,000، وشرب من زمزم وتنقل بين المشاعر وعاش هذه العظمة حسا ومعنى. وأعظم من هاتين الفئتين حظا بهذه الفضائل والأجور والحسنات أهل مكة، قاطنوها، المقيمون فيها، المتقلبون في أكناف هذه النعم. فلكل مسلم حظه. يقال ذلك لئلا يظن أنه كلما ذكرت فضائل هذا البيت الحرام أن ينصرف الذهن إلى أنه لا يظفر به إلا أهل مكة القاطنون والمجاورون. والحق أن لكل مسلم حظه من هذا البيت الحرام وفضيلته وعظمته، لكن بتفاوت. ولا يلزم أن كل من سكن مكة نال من الحظ والأجر والفضل أضعاف ذاك المسلم الذي ما بقي إلا متعلقا بالشوق والحنين حتى يكتب الله له المجيء. بل ربما كان بعض من سكن مكة لتفريطه وقلة تعظيمه كان أكثر غبنا من ذاك الذي ما زال كلما رأى مكة وحن شوقا إليها ذرفت دمعة ينتظر متى يكتب له المجيء. فذاك ربما كان لصدق شوقه وتعلقه بهذا البيت وحفاظه على ما أوجب الله عز وجل منتظرا فرصة القدوم، أو ذاك الذي ما جاء مكة إلا أياما معدودة في رحلة حجه أو عمرته، أقول ربما كان أوفر حظا من بعض ساكنيها. فالمعول إذن على من أدرك هذا الفضل واغتنمه وكان ممن كتب الله عز وجل له الظفر بما يذكره المصنف من الخصائص التي اختيرت لأجلها مكة بلد الله الحرام. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا اختياره سبحانه من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها وهي البلد الحرام، فإنه سبحانه اختاره لبيته. دليل هذا الاختيار صريح قول الله عز وجل في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. بوأنا يعني هيأنا، هذا اختيار واصطفاء، أن يجعل الله هذه البقعة محلا لبيته الحرام. ثم ماذا قال؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فاختار المكان سبحانه وبوأه لخليله عليه السلام، وأمره ببناء الكعبة، وأمره بالنداء بالأذان في الحج. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله إن الخليل عليه السلام لما أمر بالتأذين بالحج قال: أي ربي وما يبلغ صوتي؟ فقيل له: أذن علينا البلاغ. قيل: فصعد إبراهيم عليه السلام على المقام، وقيل على الصفا، وقيل على جبل أبي قبيس، فجعل ينادي: أيها الناس، إن الله قد ابتنى بهذا الوادي بيتا وأمركم أن تحجوا إليه فحجوا. فلما قال إبراهيم عليه السلام: أي ربي وما يبلغ صوتي؟ قيل: أذن علينا البلاغ. قال: فلما أذن إبراهيم عليه السلام تطامنت له رؤوس الجبال ورفعت له القرى، فأنفذ الله صوته في أصلاب الرجال وأرحام الأمهات. فمن أصابته دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام منذ ذلك الأمد وهو نطفة في أصلاب الرجال وأرحام الأمهات لبى، قال: لبيك اللهم لبيك. ثم لما بعث خلقا أتى فلبى ذلك النداء لما أذن إبراهيم عليه السلام. قال: فاختار الله عز وجل هذه البقعة لبناء بيته وجعلها مناسك لعباده. نعم. فإنه سبحانه اختاره لبيته وجعله مناسك لعباده، وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا، وجعله حرماً آمناً لا يسفك فيه دم ولا يعضد به شجرة ولا ينفر له صيد ولا يقتلى خلاه،
ولا تلتقط لقطته للتملك بل للتعريف ليس إلا. هذه خصائص لمكة بلد الله الحرام لا يشاركها فيها بلد على وجه الأرض قط في مجموع هذه الخصائص كلها. قال رحمه الله: لا يدخلونه إلا متواضعين، متخشعين، متذللين، كاشفي رؤوسهم، متجردين عن لباس أهل الدنيا. هذا الإحرام، فيدخل المحرم في إزار ورداء متجردا من المخير، متجردا قبله من رداء العظمة والكبرياء والمنصب والجاه، ليدخل مكة الغني والفقير في هيئة سواء، والرئيس والمرؤوس والسيد والعبد في هيئة سواء. أراد الله لهذا البلد أن يتواضع فيه كل شيء لعظمته، وألا يتميز فيه أحد عن أحد، لأن الكل هنا جاء يلبي لبيك اللهم، جاء يقصد بيت الله تاركا كل شيء من أمور الدنيا في تذلل وتخشع وتجرد. ثم من خصائص هذا البلد الحرام أن كتب الله فيه الأمانة للإنسان فلا يعتدى على دمه، وللحيوان فلا يصاد، وللنبات فلا يقطع ولا يعوض شوكه، وللجماد فلا تلتقط اللقطة الساقطة على أرض مكة. فأمن الله في بلده الحرام الإنسان والنبات والحيوان والجماد، وما عرف على وجه الأرض بقعة خصت بمثل هذا الحكم الجليل. قال رحمه الله: وجعله حرما آمنا. ومعنى الأمان تلك الجمل الأربعة: لا يسفك فيه دم، ولا يعضد به شجرة، ولا ينفر له صيد، ولا يختلى خلاه. اختلاء الخلا يعني حش الحشيش أو قطع العشب النابت في أرض مكة. قال: ولا تلتقط لقطته للتملك بل للتعريف ليس إلا، لأن كل لقطة على وجه الأرض فحكمها في الشريعة كما تقدم هو التعريف، أن يعرف صاحب، أن يعرف لاقط اللقطة اللقطة سنة، فإن جاء صاحبها وإلا انتفع بها فهي له. أما لقطة الحرم في مكة فإنها تبقى للتعريف، لا تتملك أبدا، فمن أخذها عرفها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي أخرج الشيخان من عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمه الناس، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. قال: ولا يختلى خلاه. فخص عليه الصلاة والسلام مكة بهذه الأحكام التي تفردت بها عن سائر بقاع الدنيا وبلادها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب، ماحيا للأوزار، حاطا للخطايا. قصده يعني قصد البلد بالمجيء إليه في النسك حجا أو عمرا. نعم. كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نعم. فدل الحديث على هذه القضية، أن إتيان مكة للنسك قال: من أتى هذا البيت، وفسرته رواية مسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، بهذا القيد كما جاء في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جاء الجواب بهذا العطية الكريمة والجزاء الكبير: رجع كيوم ولدته أمه. وكيف تلده الإنسان أمه؟ كيف تلده أمه؟ أبيض الصفح، لا ذنب عليه، لا خطيئة. فهكذا يعود الحاج من حجه إن وفق لحج بلا رفث ولا فسوق، وأصاب البر في حجه أن يرجع كيوم ولدته أمه، يعني مغفورا له ذنبه، قد حطت أوزاره. وهذا ثواب عظيم. الحج رحلة عظيمة وعبادات جمة، كل عبادة فيها تغسل المرء من أوزاره وتحط عنه خطاياه. إن طاف بالكعبة فله بكل خطوة يخطوها في طوافه رفع حسنة وحط خطيئة وعلو درجة،
وإذا كتب له أن يمسح الركنين اليماني والحجر الأسود كان مسحهما يحط الخطايا كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن طاف بالبيت 7 أشواط ثم صلى 2 ركعتين كان له كأجر عتق رقبة. وإذا رمى الجمرات وإذا وقف بمينا، أما الوقوف بعرفات فذاك الأجر العظيم الذي تحط فيه الخطايا وتغسل فيه الأوزار ويعتق فيه العباد، بل قل يولد فيه الناس من جديد. هكذا يعيش المؤمن في رحلة حجه، وهذا كله مرتبط بهذه البقعة المباركة بمكة، بالإتيان إليها. فجعل الله قصد هذه البقعة وحده على وجه الأرض يترتب عليه ذلك الموعود الكريم، تكفير الذنوب ومحو الأوزار وحط الخطايا، كرما من الله لكل من وفد إلى بيته الحرام. هذه الضيافة لذلك الوفد الكريم، قال الحجاج والعمار وفد الله، فلأنهم وفد عند أكرم الأكرمين سبحانه وعند رب العالمين. جعل وفادتهم ليس طعاما وشرابا ولا حليا ولباسا، بل جعل إكرامهم ووفادتهم مغفرة وعودة للحياة كيوم ولدتهم أمهاتهم. فهذا من عظيم فضل الله الذي ارتبط بعظمة هذه البقعة بلد الله الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يرضى لقاصده من الثواب دون الجنة. ففي السنن من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا النسك العظيم، حج وعمرة، ارتبط ببيت الله الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. ينفي الفقر في الدنيا وعقاب الذنوب في الآخرة. فكل ما يحتاجه المرء ليعيش حياة سعيدة في الدارين هو أن ينفى الفقر عنه في الدنيا وأن تنفى الذنوب عنه في الآخرة. فمن أراد تحصيل ذلك فليمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام: المتابعة بين الحج والعمرة. والمقصود بالمتابعة المداومة على الإتيان بهما، فإن بين العمرة والعمرة تكفير الذنوب التي وقعت بينهما، كما قيد في الحديث الآخر: ما اجتنبت الكبائر. وكذلك الحج، فإنه أيضا متابعته بين الحج والحج نفي للفقر والذنوب. شبه عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله: كما ينفي الكير خبث الحديد. إذا جعل الحديد أو الذهب الذي يصهر في أفران النار فإنه ينفخ عليه بالكير حتى تشتعل النار ويطير عن المعدن الخبث الذي وقع فيه من الشوائب فيتصفى. فهكذا تكون العمرة والحج تصفية لصحائف العباد الذين يأتون بالحج والعمرة. وفي الحديث في الصحيح: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: ما رضي الله لمن قصد بيته بهذا النسك العظيم، ما رضي له جزاء إلا الجنة، لكنه بالقيد المذكور: الحج المبرور. والمقصود الذي ملئ برا، والبر بمعنييه: الإيمان وما يتعلق به من العمل الصالح، والثاني مجافاة الإثم، فإن البر ضد الإثم، وفسر بحسن الخلق، وفسر أيضا بسلامة الصدر والابتعاد عن محزات النفوس ومحكات القلوب، وهي كل ما يقع فيه العبد فيخشى أن تصيبه فيه تبعة أو حرج شرعي. فالمقصود أن هذا الثواب العظيم أيضا ارتبط بهذه البقعة المباركة ومن قصدها حجا أو عمرا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ولو لم يكن البلد الأمين خير بلاده وأحبها إليه ومختاره من البلاد، لما جعل عرصاتها مناسك لعباده وفرض عليهم قصدها، وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام، وأقسم به في كتابه في موضعين منه فقال: وهذا البلد الأمين، وقال تعالى: لا أقسم بهذا البلد. نعم. وليس يخفى أن الله عز وجل إذا أقسم بشيء من مخلوقاته كان ذلك دلالة على التنويه
بفضله وعظيم شأنه، ولله أن يقسم بما شاء، لكنه متى وقع القسم الإلهي بشيء من خلق الله كان تنويها بشأنه ودلالة على رفعة قدره. وهكذا وقع القسم ببلد الله الحرام مكة في موضعين من كتاب الله الكريم في سورتي البلد والتين. وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه ويحط الخطايا والأوزار غير الحجر الأسود والركن اليماني. هذه تفردات لمكة. الصلاة يمكن أن تصليها في أي مكان، في شرق الأرض وغربها، بل فوق الأرض وتحت السماء، في أي مكان. والصوم تصوم لله في أي بلد كنت وتخرج زكاتك، لكنه يبقى أن الطواف هذه العبادة ليست مشروعة على وجه الأرض إلا في هذه البقعة فقط، فلا يطاف إلا بالكعبة، طواف تطوع أو طواف ركن أو فريضة كما في الحج والعمرة، طواف الإفاضة وطواف القدوم وطواف الوداع على اختلاف الأحكام بين سنة وركن وواجب. والمقصود أنها من تفردات البيت الحرام. هذا يجعل لمن قصد مكة فرصة في العبادة لا يشاركها فيه أحد إلا من كان معه عند الكعبة. فإذا طاف طائف بالكعبة علم أنه يتعبد لله بعبادة لو لم يكن ها هنا ما استطاع أداءها. هذه مزية، ما جعل الله موضعا يشرع تقبيله تعبدا لله واستلامه كذلك بمعنى وضع اليد أو شيء على اليد عليه ثم تقبيله، إلا هذان الركنان، الركن اليماني والحجر الأسود. التقبيل عبادة لا يكون إلا في هذا المكان. يكون التقبيل احتراما وتعظيما كما يقبل الإنسان رأسي والديه ويديهما، لكن تقبيل التعبد ما يكون إلا هنا. فإذا انحصر تقبيل التعبد في هذا كان تقبيل ما سواه على وجه التعبد غير مشروع، ويحكم عليه أهل العلم بأنه بدعة. فمن قبل المصحف ليس هذا موضع تعبد، ومن قبل شيئا يعظمه أي شيء كان، باب مسجد أو مقبض باب أو مكانا ما على وجه التقرب تعبدا لله فلا يشرع له ذلك. قال وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه ويحط الخطايا والأوزار غير الحجر الأسود والركن اليماني لما ثبت فيه من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. ففي النسائي والمسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100,000 صلاة. ورواه ابن حبان في صحيحه. طيب، فمن أين أخرجنا 100,000؟ قال صلاة في مسجدي، يعني المسجد النبوي، أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه. ففضيلة الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام هذه المذكورة 1,000 صلاة. قال إلا المسجد الحرام لأنه ليس كذلك بل هو أعلى. ثم بين فقال: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100. فكيف تقولون 100,000؟ نعم، لأن الصلاة في مسجده 1,000، وصلاة المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجده 100. فإذا ضربت 100 في 1,000 كان هذا 100,000. هذا لفظ حديث ابن الزبير الذي أخرجه النسائي وأحمد في المسند وغيرهما. وأما ما رواه الأئمة مالك والبخاري ومسلم فهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا عن ابن عمر وعائشة وميمونة فيما أخرج مسلم في الصحيح، ودل فيه على المضاعفة 100,000 صلاة. هذه تكاد تكون أعظم ما يقع في قلوب المسلمين إذا ذكرت مكة أو إذا جاءوا إلى مكة، فإنهم يغتبطون بفضيلة الصلاة 100,000 صلاة، وحق لهم أن ينافسوا في هذا الشرف وأن يحصلوا عليه. لأنك ما تتخيل أن صلاة يعدل ثوابها وأجرها ذاك القدر الكبير أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وها هنا مسألتان مهمتان
يدور كثير من أسئلة المسلمين حولهما. الأولى: هل هذه الصلاة تشمل الفريضة والنافلة؟ والجواب نعم، لأن الحديث لم يقيد شيئا من ذلك. صلاة في المسجد الحرام، فإن صلى ركعتي تحية مسجد، أو صلى ركعتي تطوع في غير وقت النهي، أو صلى ركعتي ضحى، أو صلى شيئا من قيام الليل، أو سنة الراتبة، وقع له ذلك الفضل بمئة ألف صلاة. وإن كانت فريضة فهي آكد، فالصلاة بمئة ألف صلاة فرضا كانت أو نافلة. والمسألة الأخرى: هل هذه الصلاة المضاعفة مختصة بمسجد الكعبة، يعني هذا الذي نحن فيه المبني المحيط بالكعبة، أم يشمل ما كان خارجا في أحياء مكة ومساجدها الواقعة في حدود الحرم؟ أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، لعل أرجحها وأقربها حسن ظن بكرم ربنا سبحانه وتعالى أن مساجد مكة في أحيائها الواقعة داخل حد الحرم تحصل فيها المضاعفة بمئة ألف صلاة، لأن الحديث قيد الفضيلة بلفظ المسجد الحرام. وقد دل المصطلح الشرعي على استعمال المسجد الحرام في بعض النصوص على مكة كلها، كمثل آية الحج وذكر هدي التمتع. قال الله في سورة البقرة: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني هدي التمتع، والمقصود بهم أهل مكة، فعبر عنهم بأنهم من حاضر المسجد الحرام، وليس أحد من أهل مكة يجعل أهله في المسجد الحرام يعني يبيتون فيه. فقوله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني حاضر مكة بأحيائها كلها. ومثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والراجح أن المراد به حد مكة في حرم مكة كلها. ولأجل ذلك يقال إنه متى احتاج المسجد الحرام إلى توسعة فدخلت فيه بعض الأحياء حصلت فيه المضاعفة، وهذا المسجد الحرام امتد بتوسعاته فشمل أحياء بمكة كانت لأهلها مساكن ودورا وأحياء يسكنون فيها ويتنقلون، فلما دخلت المسجد وحصلت المضاعفة، ولو امتدت الصفوف كما في أيام المواسم والزحام فدخلت إلى بعض أحياء مكة المجاورة للمسجد الحرام حصلت المضاعفة كذلك باتصال الصفوف. والمقصود أن هذا الوعد الكريم يشرف به ويناله كل من أكرمه الله فأتى هذا البلد، فضيلة من فضائل البلد الحرام، وإكراما من الله عز وجل لمن أتى هذه البقعة الطاهرة التي فضلها سبحانه وتعالى على سائر البلاد. أحسن الله إليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. ورواه ابن حبان في صحيحه. وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، ولذلك كان شد الرحال إليها فرضا وإلى غيره إنما يستحب ولا يجب. نعم، شد الرحال إلى مكة فرض. ما وجه الفرضية؟ تعلق النسك به، فلا يتم الحج والعمرة الواجبان مرة في العمر إلا إذا جاء مكة، لكنه لو مات حياته وما دخل المدينة ولا أتى المسجد النبوي ما ترك فرضا في الدين، فوت مستحبا. نعم، لو مات حياته وما أتى المسجد الأقصى فوت فضيلة وأمرا مستحبا، لكنه لم يفرط في فرض وواجب، فبقيت هذه البقعة وحدها على وجه الأرض التي أصبح شد الرحل إليها فرضا. قال: وغيرها إنما يستحب ولا يجب، يعني كالمدينة في مسجده عليه الصلاة والسلام وبيت المقدس أيضا، فإن ذلك مما يستحب ولا يجب شد الرحل إليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الترمذي والنسائي والمسند عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالحزورة من مكة يقول: حزورة موضع كان مرتفعا على تل قريب من الكعبة، لما كان المسجد محدودا فلما خرج عليه الصلاة والسلام من مكة في الهجرة وقف على الحزورة وهي تل مرتفع ملتفتا إلى مكة يودعها في هجرته صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالحزورة من مكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله،
ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال الترمذي هذا حديث صحيح. هذا من آكد الأدلة على تفضيل مكة على غيرها من البلدان على وجه الأرض قط، وخصوصا عندما تقع المفاضلة بين البلدين العظيمين والحرمين الشريفين مكة والمدينة. والحق كما قال جملة من أهل العلم هما في الفضل كعينين في رأس، ولكل فضيلته ومكانته من هذين البلدين العظيمين. ولكن مثل هذا النص، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، هذا نص قاطع. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. الآن أخبر في الحديث عن وقوع حب هذا البلد لمن؟ عند الله. قال إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. أخرج الترمذي والبزار وابن حبان والحاكم أيضا بحديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عليه الصلاة والسلام ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. يخبر عن حبه صلى الله عليه وسلم. فبمجموع الروايتين حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عدي بن حمراء تصبح مكة يا أهل الإسلام أحب بلد إلى الله وأحب بلد إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هاجر إلى البلد الذي ارتضاه الله له مهاجرا، فطابت طيبة بحلول رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها، وازداد طيبه ببقائه فيها، وازداد طيبا بعودته بعد فتح مكة إليها، وتضمخت بالطيب بوفاته صلى الله عليه وسلم ومقامه فيها إلى أن يبعث الناس. هذا الطيب وهذا الشرف لطيبة باق محفوظ مأثور لا ينازع فيه. ومثل هذه النصوص مما جعلت أهل العلم يتأرجحون في التفضيل بين مكة والمدينة، والنص هاهنا جلي قوي ما أطيبك من بلد وأحبك إلي. وفي هذه الرواية والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. فحق على كل مسلم أن يحب البلد الذي أحبه الله وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حب أهل الإسلام لهذين البلدين ما يزالون يتوافدون عليهما، فإذا جاء أحدهم مكة حجا أو عمرة لا تطيب نفسه حتى تقر عينه بأن ينزل طيبة وأن يكون له فيها مقام وجوار وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حق لهم ذلك، فإنما يحب المرء ما أحب الله وما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على الإيمان وتعظيما لما عظم الله ومحبة بالقلب لما أحبه الله. فطيبوا نفسا يا أهل الإسلام بحب هذين البلدين، وأن تجعلوهما في قلوبكم قرة العين من بين بلاد الدنيا. يحب كل منا بلده الذي ولد فيه وعاش على أرضه وترعرع وشب فوق ثراه، أو كانت له فيها طيب مقام وعيش ولقمة ورزق حلال. حق لكل إنسان أن يحب البلد الذي يرتبط به في حياته، ويبقى لحب هذين البلدين مكة والمدينة، وكلام المصنف عن بلد الله الحرام خاصة، موضعا يتميز على حب كل البلاد لسبب أن الله عز وجل أحبها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبها كذلك. فإنما نحب ما يحب ربنا وما يحب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلهم، فليس لله على وجه الأرض قبلة غيرها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم. ومن خواصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض. وأصح المذاهب في هذه المسألة أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلا قد ذكرت في غير هذا الموضع. وليس مع المفرق ما يقاومها البتة مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان، وليس هذا موضع استيفاء الحجاج من الطرفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الشيخان من حديث أبي أيوب رضي الله عنه إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. دل الحديث على تحريم استقبال الكعبة
يعني أن تجعلها نصب وجهك أو استدبارها أن تجعلها خلف ظهرك حال قضاء الحاجة بولا أو غائطا أكرمكم الله، تعظيما للقبلة وإجلالا لها. فإذا قعد المرء لقضاء حاجته يلتفت عن القبلة يمنة أو يسرا، وإنما قال شرقوا أو غربوا لأنهم كانوا بالمدينة، ومكة عندئذ جنوب المدينة، فقال شرقوا أو غربوا فيتجه شرقا نحو جهة غير القبلة، لأنه العكس الذي كان اتجاه القبلة سيكون استدبارا لها، فقال لا تستقبلوا ولا تستدبروا. فهذا حكم تقرر في أحكام الشريعة تعظيما للكعبة. وقع الخلاف هل هذا الحكم خاص بالفضاء أم يشمل البنيان كذلك؟ يعني الحمامات المبنية اليوم في المساكن والبيوت والفنادق هل يشملها النهي؟ فلا يجلس الجالس لقضاء الحاجة إذا كان الموضع مبنيا تجاه الكعبة أو مستدبرا لها. في المسألة خلاف، وسبب الخلاف بين أهل العلم في مسألة قضاء الحاجة في البنيان يعني في الحمامات المبنية أكرمكم الله ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين لما قال رقيت يوما على بيت حفصة، يعني أم المؤمنين أخته رضي الله عنها، ورقي بيتها يعني سقف البيت وهي حجرة من حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات قال رقيت لحاجة، يعني رقي السطح لحاجة، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وإنما وقع بصره عليه صلى الله عليه وسلم عن غير قصد، فأخبر بحكم شرعي يترتب عليه حكم فقهي، وأخبر بما رأى، قال رأيته يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. الجمع بين هذا الحديث الذي دل عليه فعله صلى الله عليه وسلم مع نهيه الذي ثبت في حديث أبي أيوب لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها بجملة إجابات، ولأهل العلم فيه عدة أقوال، منها أن من أهل العلم من فرق فقال يحمل فعله صلى الله عليه وسلم على جواز استقبال الكعبة أو استدبارها إذا كان قضاء الحاجة في البنيان، لأن ابن عمر رضي الله عنه أخبر بما رآه في حجراته بين البنيان، وأما النهي فيكون على الفضاء والفلات كما في الأسفار والرحلات وفي خارج البنيان جمعا بين الحديثين، وهو من أولى المسالك، لكن المصنف رحمه الله ضعف هذا القول وإن كان راجحا عند غيره، قال وأصح المذاهب أنه لا فرق بين الفضاء والبنيان، قال لي 14 دليلا ذكرت في غير هذا الموضع، وليس مع المفرق ما يقاومها البتة، يعني من قال بالتفريق بين الفضاء والبنيان يحتاج إلى إجابات عن تلك الأدلة، قال مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان متى تعتبره بنيانا. فمنهم من قال كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان في سفر وأراد قضاء الحاجة وكان مستقبل القبلة كان يتخذ مثلا من شيء يكون خلفه جالسا ولو ظهر بعير فيقضي حاجته خلفه، فهل هذا يسمى بنيانا؟ قالوا المطلوب أن يجعل بينه وبين القبلة ساترا تعظيما للقبلة كأن يكون بناء، فتفاوت في مقدار البنيان الذي يخرج به عن حد الفضاء. قال المصنف هنا فهذا دليل على ضعف التفريق بين الفضاء والبنيان، فليبقى المنع على عمومه لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول. فلذلك يقال إن من أراد قضاء الحاجة فإن كان يبني بيته فأحرى به أن لا يجعل مجالس قضاء الحاجة أكرمكم الله مستقبلة للكعبة ولا مستدبرة في أي بلد كان تعظيما للكعبة واحتياطا في المسألة وخروجا من الخلاف. لكن إن دخل مسجدا أو حماما أو دخل فندقا أو مكانا في بيت ما فوجد المكان وقد جعل فيه مجلس قضاء الحاجة على الكعبة أو استدبارها، فلعل في قول من قال بجواز ذلك في البنيان مخرجا يبعد الحرج ولا إشكال فيه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور آنفا. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله ومن خواصها أيضا أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض، كما في الصحيحين عن أبي ذر أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض
قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به، فقال معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم عليه السلام أكثر من 1000 عام. وهذا من جهل هذا القائل، فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه، والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق عليهما السلام بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار. إذن بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة، ثم بنى حفيده يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم بنى المسجد الأقصى، ودل الحديث على أن المدة الزمنية بينهما 40 عاما كما في حديث أبي ذر في الصحيحين. أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. وهذا من فضائل المسجد الأقصى أن تعرف له أسبقيته في كونه مسجدا بني لله على وجه الأرض، ثاني المساجد بعد مسجد الحرام وبيت الله عند كعبته المعظمة. ومن أهل العلم من قال إن المسجد الحرام كان أيضا لإبراهيم الخليل عليه السلام رفع قواعده لا تأسيسها، فهل هو بناء أو تجديد بناء كان قبل الطوفان في زمن نوح عليه السلام؟ خلاف مذكور في هذا الموضع لأهل العلم، ولا يزال في حديث المصنف عن فضائل مكة وخصائصها بقية نأتي عليها مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. فاغتنموا جمعتكم وليلتها بكثرة صلاتكم وسلامكم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تحوزون الفضل والأجر ومضاعفة الصلاة من ربكم سبحانه وتعالى. شغفت به حبا فإن ذكر اسمه تحدر دمع العين يستأذن الخدا، ورطب حلقي للصلاة على اسمه فتنقلب الأشواق في مهجتي بردا. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد بن عبد الله. أزكى صلاة وأتم سلام تبلغنا بها أعلى الدرجات وأسنى المقامات، صلاة وسلاما يا رب تفرج عنا بها الكروبات وتقضي بها الحاجات.